علينا أنت. قال لهم يسوع: النور فيكم زمان يسير، فسيروا في النور ما دام النور لكم، لئلا يدرككم الظلام، لأن من يسير في الظلام لا يدري أين صار. ما دام النور لكم آمنوا بالنور فتصيروا أبناء النور. قال يسوع هذا ومضى فتوارى عنهم. مع هذه الآيات الكثيرة التي صنعها أمامهم لم يؤمنوا به. ثم كلام إشعياء النبي الذي قال: يا رب من صدق خبرنا ولمن أعلنت ذراع الرب. لهذا لم يكونوا يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: طمس أعينهم وأغلق قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم يفهموا قلوبهم ويرجعوا إلي فيبكون. قال إشعياء هذا لأنه رأى مجد الله وتكلم عنه، ومع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، ولكنهم بسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يخرجوهم من المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فصاح يسوع وقال: من يؤمن بي فليس بي يؤمن، بل آمن بالذي أرسلني، ومن يراني فقد رأى الذي أرسلني. أنا جئت نورا للعالم حتى أن كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلام، ومن يسمع كلامي ولا يحفظه فأنا لا أدينه، لأني ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. من ينكرني ولا يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به ويدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي وحدي، بل الآب الذي أرسلني هو الذي أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم، وأعلم أن وصيات حياة أبدية. مجد لله دائما أبديا أمين. تمتع بالقيامة أمر يفوق الإدراك. أن يتمتع الإنسان بالحياة الجديدة الذي أعطاها المسيح بقيامته، ويشعر أن قوة القيامة تسري فيه، حس بيها. هذا هو الفرح الذي تعيش الكنيسة. الكنيسة مش مبنى حيطان ودكك، الكنيسة أشخاص أحياء بالمسيح، هذه الكنيسة. يعني الناس اللي هم عايشين بالمسيح هذه الكنيسة، أعضاء جسد المسيح اللي نالوا نعمة الحياة الجديدة وبيتمتعوا بيها ويعيشوا بيها. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هذا الكل قد صار جديدا. المسيح لما قام من الأموات أنهى على العتيق وأنار لنا الحياة والخلود، عشان كده بيقول لك أنا نور العالم. أنهى على العتيق القديم ده بكل ما فيه، أنار حياة جديدة لأولاد الله اللي هم ورثة الملكوت، اللي هم مدعوين أنهم يشاركوا المسيح، شركاء المسيح في الميراث. عشان كده بقول لك اللي احنا بناخده دلوقتي عربون القيامة نتمتع بيه فعلا ونعيشه، نعيشه كل يوم. حس الإنسان إن هو قائم من الأموات وإن الموت ما بيقدرش عليه. بتسمع الكاهن يقول لك إيه؟ لا يخوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ما يقواش علينا. ليه؟ لأننا حاصلين على قوة القيامة فينا. طبعا فرق كبير أوي بين واحد
عنده شوية معلومات عن القيامة من الأموات خدنها في عقله، واحد تاني عنده قوة القيامة تسري في جسده، في جسمي قوة القيامة تسري في جسمي. طبعا اقرأ ما كتبه القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا: إن كان الروح المسيح، الروح الذي أقام المسيح من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أيضا أجسادكم بروحه الساكن فيكم. إيه ده؟ نفس الروح بتاع القيامة ده، روح المسيح الروح القدس الساكن فينا سيحيي جسمك بروح القيامة نفسه، فتحس انك انت ان روح القيامة بيسري في جسدك، وان موت الخطية ما بيقواش عليك. عشان كده بقول لك فرق كبير قوي 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 بين انسان ممكن يتكلم ويوعظ عن القيامة، او يقرا كتاب، او يناقش، او يقعد يدردش مع الناس، او يتكلم باي نوع عن القيامة، واحد تاني يحيي القيامة، حي فيها، عايش، حاسس ان روح القيامة ده بيسري في جسمه، يسري في كيانه. طب ازاي؟ حاجة نظرية، يعني ايمان نظري، قال المسيح ما عملش كده. قبل ما يستودع المسيح جسده للموت ويسلم نفسه عن العالم ويبذل جسده الخاص عن حياة العالم، اطعم التلاميذ جسده، قال لهم خذوا كلوا. اسمعنا، قال ده اسمع، يقول لك هذا هو الجسد المحيي، الجسد الحي، الجسد المحيي. عشان كده المسيح قال: من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي يحيا إلى الأبد. فما بقتش بقى حكاية نظرية إن الواحد يآمن بالقيامة، لا، إحنا بناكل القيامة. لما بتناول آخذ المسيح الحي هذا الذي غلب الجحيم، ناوله جوايا، واحس بقى ان قوة الجحيم ضعيفة، وقوة الظلمة ضعيفة، وقوة الخطية مكسورة. اذا ما كانش الواحد يعيش القيامة يبقى مغلوب، مغلوب من الموت. طب فين الموت؟ بيسرف جسمك. الموت في الجسد، في الطبيعة القديمة، في الانسان العتيق، يسري فيها ويلازمها ويحطها للتراب، طبيعة. الموت موجود فينا في الانسان العتيق، فاذا ما كنت تعيش بالجديد بالقيامة الموت يغلبك. حس ان الواحد ايه، يعني الموت بيحطه في الارض. فلما اعطانا المسيح ان نأكل جسده الحي القائم، فبقينا نأكل القيامة. ايه اللي بتتناوله؟ ناول جسد، جسد ايه؟ جسد المسيح. انه ده البن لباس الموت، فلما اخده احس ان قوة الحياة اللي فيا تغلب الموت اللي في العالم. قديس يوحنا الحبيب قال كده: اولئك الذي فيكم اعظم من الذي في العالم، اللي جواك اعظم من العالم. ليه؟ لان جواك الحياة الابدية. اذا عشتها، اذا اخذتها مأخذ جد. ليه؟ لان احنا بنتناول، اتناول وعيش بالقديم بتاعي، بتناول اخد المسيح الحياة لكن اعيش في الموت. تنفع دي ازاي؟ من يأكلني يحيا بي. طب افرض واحد ياكل الجسد والدم ويحيا بذاته، يحيا بيعيش بافكاره، بيعيش بعقله، بيعيش بحسب الناس ما بتعلمه، بيعيش بحسب اللي ماشي في الدنيا، العرف اللي في العالم، بحسب سيادة الخطية اللي في العالم، ده عايش زيهم. طب ياكل ازاي؟ ياكل الحياة ويحيا في الموت. حاجة يعني تخلي الواحد عقله يطير. انسان ياكل الحياة الابدية ولكن يحيا في الموت. تصور، يعني حاجة محزنة جدا ان انسان
ياخد الحياة الأبدية، جسد المسيح الحي ياكله ويعيش بذاته، يعيش بإرادته، يعيش بأفكاره، يعيش بأهوائه، يعيش بشهواته، فياكل الحياة ويحيا في الموت. لكن الأصل في المسيحيين إيه؟ إن الواحد ياخد المسيح يعيش بيه، يحيا بيه. يقول لك أنا نور العالم، أنا جئت نورا للعالم. طب معروف إن بطبيعة الله، طبيعة الله إيه؟ الله نور وليس فيه ظلمة البتة، الساكن في النور الذي لا يدنى منه، ده طبيعة الله. طب لما أنا أكل أتناول المسيح القائم من الأموات، يبقى النور فين؟ النور فيكم، يبقى النور جواي. عشان كده تلاقيني يعني لو تمتعت بشركة النور، يبقى ليا شركة في النور، حس ان انا جميع اعمال الظلمة مكروهة، غش، خداع، كذب، لف، دوران، كل ده ظلمة، لان تعرف النور بيمشي خط مستقيم. كل اعمال الملتهية دي تلاقي الواحد يكرهها، اي حاجة تغيرة يقول لك بس مات في حالك، يقول لي ما اقدرش. ليه؟ لان دي شركة في النور. شركة ايه؟ انا اتناولت، اتناولت فاخدت المسيح وبقيت شريكه، لانه اللي انا باكله ده هو اللي بيحييني، فالنور بقى جوايا، بقت اعمال الظلمة يعني بالطبيعة تلقائية بكرهها، بغضة، من يبغض أخاه يبقى في الظلمة، ملوش شركة في النور، نجاسة، طبعا ده الله قدوس، الله قدوس، ديت يبقى الإنسان بيحرم نفسه من الشركة، لأن هل ممكن أن يكون لي شركة مع المسيح، شركة في النور، شركة في جسد المسيح، في حياة المسيح، في قيامة المسيح، وأكذب؟ ما تنفعش. أنا شريك المسيح وبجد؟ لا، مش شريكه، لأن المسيح ما يشتركش معايا في دي. أجل ذلك يا أحبائي، الاشتراك في القيامة معناه أن الإنسان دخل في حياز النور، وفصل نفسه عن الظلمة الخارجية اللي في العالم. يريدوا الأشرار في الآخر المسيح يقول لهم إيه؟ اذهبوا إلى الظلمة الخارجية، أنتم مالكوش شركة معايا. يترموا في الظلمة الخارجية ليه؟ لأن ما لهمش شركة في النور. دلوقتي الفرصة بتاعتنا اللي احنا بنعيشها في اليومين اللي بنعيشهم دول، لازم تختبر شركة الحياة في المسيح، شركة النور، لازم تعيشها، وإلا تروح السماء تعمل ايه؟ لازم تعيش من هنا تذوق طعم القيامة. اللي في السماء اللي يرثوا الملكوت اسمهم ايه؟ ابناء القيامة، بني القيامة، ابناء النور، ابناء الملكوت. فاذا كان الواحد بيتمتع بالملكوت يمتد، اذا كان النهاردة انا بتمتع بملكوت المسيح، لما اخرج من الجسد اللي انا لابسه ده همتد للحياة اللي انا عايشها فعلا. اذا كان انسان ملوش شركة مع المسيح، يعني هتروح السماء ازاي؟ عشان كده بقول لك ما هي حكايات نظريه في عقلك، شعارات او مبادئ او محفوظات، لا، امال ايه؟ حياه. واحد قام من الاموات ما عادش يسكن قبر ولا يحب ريحته، خلاص قام من الاموات، يعني فصل. حتى لما تقرا في الاصحاح الاولاني في سفر التكوين يقول لك ايه؟ فصل الله بين النور والظلمه. بقى في فصل واضح جدا. ليه؟ لان دول طبيعتين مختلفتين، نور والظلمه. فاذا كنت نحس للنور، حس ان النور جوايا، وان انا عايش للمسيح، فاذا نحس للنور تبقى مملكه الظلمه يعني غريبه عنك، مع الناس اللي بعد عنك يعيشوا في الزنا، قادر اسمع دي، او انسان عايش في الغش وبياكل لقمة عيشه من الكذب والغش، قادر. ليه؟ لان لما النور بقى فينا انفصلنا عن
ملكوت الظلام ده. يقول لك حتى الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيحة. لا تخرج كلمة عربية من أفواهكم، ليه؟ مش قادر، ما قدرش أطلعها. أعمال الظلمة غير المثمرة لا تشترك فيها بل بالحري والبخور. طب أوبخها إزاي؟ هقعد أدين الناس؟ قال لا، ما أنت عايش في النور، والنور بيحكم على الظلمة تلقائية من غير كلام. ما أنت تعيش بالأمانة يعني تبقى شاهد للمسيح، لما تعيش بالقداسة شاهد للمسيح، لما تعيش بالمحبة تشهد للمسيح، لما تحط نفسك في الاتضاع تشهد للمسيح. مش هتدين العالم يعني بحسب كلام الناس، لكن بحسب الأعمال اللي أنت هتعيشها. النور يضيء في الظلم، والظلمة لم تدركه. ليه؟ تقدر تتقرب منه كمان. الكنيسة منورة، تقدر الظلمة تقرب من هنا؟ لا، وخلاص ما دام النور يولع ما تقدرش الظلمة، الظلمة ضعيفة. اوعى تفتكر ان 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 الخطية قوية يعني، لا لا. والشيطان شاطر، لا والشيطان شاطر على الخايبين. الشيطان مش شاطر، الشيطان مكسور. الظلمة مملكة ضعيفة، ولكن إذا كان الإنسان يتغث ويعيش فيها خلاص. لكن إذا كان يبقى له شركة مع النور، شركة في خيامة المسيح، حاسس إنه بيتناول في ياكل المسيح ويعيش بيه، يعيش إيه؟ يعيش غالب منتصر، لأن النور دايما غالب. كان النور الخصيص الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت سرية. من يفعل الحق يقبل إلى النور كي تظهر أعماله أنها ضل معمول، من يفعل الشر يبغض النور. صعب أوي بقى، أول ما الواحد ينحد الشر تلاقيه إيه؟ يكره بقى وصايا المسيح، يكره الوصايا، يكره الإنجيل، يحبها، يحب الكنيسة، ما يحبش حد يكلمه عن الحاجة الكويسة. ليه؟ لأن المسيح قالها، من يفعل الشر إيه؟ يبغض النور. ليه؟ لألا توبخ أعماله. أصل النور بيكشف الأعمال الوحش، النور يكشف الغش، الكذب، فيتفضح الإنسان. عشان كده بقول لك من يفعل الشر يبغض النور. صعبة جدا، صعبة جدا. وصل لها الواحد بيزقوه على كنيسة زق بالعافية. ليه؟ كاره، مش قادر يواجه النور. بينما من يفعل الحق يقول لك ايه؟ يقبل الى النور، يفرح به كي تظهر اعماله انها بالله معموله. النور فيكم نور. يقول لك لما المسيح قام من الاموات النور جامد قوي، ولغايه دلوقتي النور بيسرق فين؟ جوه. مش مادي، مش نور مادي، ده نور الحياه يسرق في داخلك، يبدد جميع اعمال الظلمه. حتى نور النور اللي جوايا ده، الظلمه ما تقدرش تسكن هنا. ما قدرت اخبي، ما قدرت اخبي الشر. اجي اعترف قوي قوي، اعترف اكتب خطاياي جدا. ليه؟ انا ما احبش حاجه تستخبى جوايا، احبش الظلمه تسكن فيا، ما احبش الشيطان يعمل فخ جوه نفسي. من يفعل الخير يقبل الى النور، من يفعل الشر يبغض النور. سيروا في النور ما دام لكم النور. لألا برضو دي كلمة صعبة أوي، دنك ماشي في النور لألا يدركك الظلام. من هو قائم فلينظر لئلا يسقط. اللي بقى له شركة في المسيح القائم، خلي بالك من نفسك. ليه؟ لئلا يدركك الظلام. لما أعطانا المسيح هذه النعمة صارت علينا مسؤولية خطيرة جدا. ايه؟ احنا ابناء النور، أبناء النهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة. فدي مسؤوليتك، إنك أنت في وسط العيلة، إن النور فيك إذا طفى
إذا كان النور الذي فيكم ظلام في المكان تكون فأنت في العيلة شاهد للمسيح نور حب قداسة شاهد للمسيح، أنت في وسط المجتمع شاهد للمسيح، أنت في وسط الشغل شاهد للمسيح النور اللي فيك. بقى كده بقول لك إيه، مسؤولية كبيرة جدا، أنتم نور العالم، دي مسؤولية. ده مش المسيح بيمدحنا، لا ده بيحط علينا مسؤولية، أنتم نور العالم. طب من غيرك، من غيرنا العالم يبقى إيه؟ يبقى ظلمة خالص. إذا كان أولاد الله يتحولوا لشركة في الظلام يبقى العالم خرب. أنتم نور العالم، يرى الناس أعمالكم الحسنة شوفوها. النور ما بيتخباش، لا يمكن أن تخفى مدينة سائنة على جبل، ولا يقودون سراج ويضعون تحت المكان، بل يوضع على المنارة. عليك مسؤولية كبيرة. إذا كنت بتاكل المسيح، تاكل القيامة، النور بيسكن فيك، عليك مسؤولية. إن النور اللي فيك لابد يشهد للمسيح. إنك أنت فعلا قائم من الأموات. إن الموت لا يسودك. تبقى شهادة للمسيح. طب وإن ما كنتش تشهد للمسيح تبقى دينونة. إذا ما كنتش تشهد للمسيح بحياتك القائمة من الأموات، إنك أنت مش في مملكة الموت. مملكة الحياة. مش في مملكة الظلمة، أنت في مملكة النور. إذا ما كنتش تشهد للمسيح عليك دينونة. إذا كنت تاكل أهل العالم وتبقى زيهم تبقى دينونة. ولكن أنت متفرد، أنت ديفرنت عن العالم. إزاي؟ بتناول المسيح. العالم يعرف المسيح. أنا باخد الحياة الأبدية جوايا وأطلع العالم أشهد بالمسيح. قول المرد اللي بنقوله أمين أمين أمين، بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة. بقيامتك المقدسة أكرز وبشر. إزاي؟ هل في الشارع أقول المسيح قام من الأموات؟ لا، بحياتي. بحياتي. حياتي فيها قوة القيامة ونصرة القيامة وفرح القيامة ونور القيامة الذي لا ينطفئ لربنا المجد دائما. Yo no soy yo no, 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 no,